ينبغي أن يكون للمسلم خبيئة أعمال صالحة لا يعلم بها إلا الله، فيجعل له خبيئة عمل صالح، إما من صلوات يصليها، وإما من صدقات يتصدق بها على فقراء أو على مساكين، وإما من أذكار يأتي بها أو أدعية أو نحو ذلك. يكون له خبيئة أعمال لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وهذا كان شائع عند السلف، وكانوا يستحبون أن يكون للرجل خبيئة عمل صالح لا يعلم بها زوجته ولا أولاده ولا أي أحد، لأنه يظهر فيها الإخلاص ويتمحض فيها الإخلاص. بعض الناس كالكتاب المقروء، كل أعماله يعرفها غيره، حتى لو تصدق بصدقة أخبر بها، لو عمل أي عمل صالح أخبر به. يعني ينبغي أن يكون لك أعمال تجعلها خبيئة لا يعلم بها إلا الله عز وجل، فإن أجرها يكون عند الله تعالى عظيما، وربما تقع في كربة فتتوسل إلى الله تعالى بهذه الأعمال. ولذلك في قصة أصحاب الصخرة الذين أدركهم المبيت فأووا إلى غار فطبقت عليهم صخرة، فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم، كان لكل واحد منهم خبيئة عمل توسل إلى الله تعالى به. توسل الأول ببره العظيم بوالديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا مع قدرته عليه، وتوسل الثالث بأمانته العظيمة وحفظه لأجر الأجير وتنميته له. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فاجعل لك خبيئة من أعمال صالحة تجد ذخرها وأجرها عند الله عز وجل، وربما تحتاج إليها في الدنيا قبل الآخرة عندما يقع لك كربة، فتتوسل إلى الله تعالى بهذه الأعمال التي جعلتها خبيئة، في أن يفرج الله عنك كربتك.